اللبن ده عصير ليمون؟ ده تالت عصير ليمون النهاردة. كتر الليمون مش حلو على السنان. ليه بقى يا دكتورة مريم؟ انت بتتريق ليه؟ انا الحق علي عايزة احافظ على سنانكم من انها تبقى بايظة او مش كويسة. بس الليمون مفيد جدا وفيه فيتامين سي. ماما دايما تقولي شربيه عشان البرد ما يجيلكيش ابدا. سيبك من مريم، خلاص جنية الأسنان لحست عقلها خالص وبقت تقول أي كلام. للليمون من أحسن مصادر الفيتامين سي. أنا عارف بقولك إيه، اشربي اشربي. أنا واثق في المعلومات اللي عندي، أنا أخدتها في الساينس. أوكي ميمة يا ميمة يا جنية السنان، قولي الحقيقة وخلي الصح يبان. ناديتي عليا يا مريم؟ انت كنت نايمة يا ميمة؟ معلش شوية بس، قوليلي اساعدك في ايه؟ ليام بتشرب ليمون كتير قوي ومش قادرة تصدقني ان ده خطر على اسنانها. ممكن تشرحي لها؟ انا بقى بقول ان فيتامين سي مفيد جدا. ايوة يا سليم، ما اختلفناش، بس فيتامين سي ممكن يبقى موجود في اي صورة تانية غير الاحماض. أحماض يعني إيه؟ الليمون يا ليان هو والبرتقال كمان بيتصنفوا على إنهم أحماض، ودي بقى بتاكل المينا اللي في السنان وبتضعفها. كل حاجة الكتر منها بيتقلب ضدها، يعني كتر الأحماض وحش، بس ممكن لو خدنا بصورة أقل بحيث ما يأثرش على السنان نستفيد بالفيتامين وكمان نحافظ على سناننا. خلوها قاعدة يا ولاد، أي حاجة تزيد عن حدها تتقلب ضدها. ياه، كل ده من الليمون؟ أمال بقى اللي بيشرب بيبسي؟ أهو شرب البيبسي والمشروبات الغازية مشكلة كبيرة. مين بقى اللي بيعمل التصرف الوحش ده؟ سليم. كويس يا ليان إنك جبتي موضوع البيبسي والمشروبات الغازية، عشان البيبسي فيه صودا وسكريات، والصودا دي بيبقى فيها أحماض عالية جداً، وده بقى سر التسوس يا ليان. سر التسوس؟ ازاي يعني؟ البكتيريا الموجودة في بقنا زيها زي أي كائن حي، بياكل وبيشرب، فالفضلات بتاعت البكتيريا دي فيها أحماض عالية، وهي دي اللي بتدوب الكالسيوم اللي في السنان بتاعتنا وبتاكل السنان وتسوسها. فما بالكم بقى لما نشرب بيبسي أو مشروبات غازية اللي كله أحماض وسكريات. وده مش بيروح لو هنغسل سناننا؟ لا، لأن ده بيحصل أثناء الشرب مش بعده. ياه، أنا مش عايزة أشرب بيبسي تاني. وأنا كمان مش هشرب كتير ليمون، مرة واحدة بس عشان بحبه. شكراً يا ميمة. إحنا بجد بنتعبك معانا يا ميمة. أنا هنا عشان أساعدكم في أي حاجة. هسيبكم بقى وأروح أنام. تصبحوا على خير يا ميمة.